سيده يلا حنان ايش ورا حنان ايش ورا جاهز والله ما عيد فريش انا لا لا شوفي هلو شلونكم اخباركم وين بتروحون عيد ميلاد بيروحون عيد ميلاد معزومين اليوم هم مو اصحاب عيد ميلاد هم ضيوف في العيد ميلاد الحمد لله يعني مرتاحين نروح نستانس ونرتاح صح ها اوكي يلا خلينا نشوف نبي ويانا نروح لو سميكي ماوس الله ميكي ماوس الله هذا الادلاق اللي طلبت لها من امازون الادلاق هذا كنا جوتي لما تلبسه بدال الجوتي اريح لها اشوفك ولوعي الله واي 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 شفيت بس الكذب 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 شفتوا شلون شلون هي كذابه خلاص بس يبا شو شو بس نصابة وعبالها يعني إن بنروح عنها هو بقى يلعبها وينك 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 يلا يلا امشي روح يلا تأخرنا بنروح نشتري هدية بتشوفونا شنو نختار هدية صح فروحة صح صح ألوي ألوي فلوحي فلوحي فلوحة حلوة ساكتة عند سارة اختي شايلتها ساكتة حين تبيني ادري راح تبكي عبالها انا بروح عنها يلا نروح يلا هلو شلونكم شخباركم ان شاء الله تكون كلكم بخير اليوم جينا بفلوج وايد خفيف وسريع ان شاء الله يعجبكم اليوم يوم سبت عندنا معزومين اليهال على عيد ميلاد قلت اي فروحة شوي تغير جو تطالع اليهال تستكشف شيء جديد عليها اول مرة بحياتها فروحة تحضر عيد ميلاد فراح تشوفونها تشوفون ردة فعلها اتوقع راح تصير شي مصدومة طالع اليهال شي عرفتوا فتابعوا الفلوج لا تنسوا تعطونا لايك تشتركوا في القناة تكتبون كومنت حلو تدرون انا وين الحين انا الحين بالفرع ناطرة الصبيان يشترون حلاوة تخيلوا رايحين عيد ميلاد وهم بيشترون حلاوة بس ما اقدر اقول لهم شيء تدرون ليش لان انا باكر بسافر بروح نصور فلوج السفر اكيد بس اللي هال ما راح يكون معاي فمن الحين ضايق خلقي لان راح اسافر بروحي وانا وعدنان وام عدنان راح تشوفون جدة اليهال بالفلوج فبدال لا نعوز اليهال راح نعوز ام عدنان كتبوا لي تحت بالكومنت سوي مقالب في ام عدنان فسوي مقالب في جدتهم ايش رايكم شريره ها زين يلا تابعوا الفلوج شنو شريت؟ الشيء هذا شنو هذا؟ لا تدمر ملابسك بتروح الحين شو اسمه؟ ما دمرها اذا دمرت يا ويلك مني شنو شريت بعد ورنة؟ ها؟ بس قاعد تاكل ورنة شنو شريت؟ مو حلو؟ شنو؟ خايس؟ ولا هاك مامي شاري نفسك هاك بعد حلو مو حلو ليش شارين عيل مدام مو حلو قول كنا ناكلك حلو الحين يعني تغير عليكم هذا 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 يعني هذا شنو الحين اشوف جلي اوكي لا وبعد الحين انا بأذي امي بصفر هذا هذا احلى شيء الحين أذي امي حصفر اشوف شنو هذا احلى شيء احلى شيء يا سلام بابا يعني ماما فروحه ما شرت شيء صح ماما ها بروح امريكان جوت تالنت شو تسوي امريكان جوت تالنت تغني شو تغني الحين تروح ابو مخليتك تغني شنو شوف الاغنيه يلا شو الاغنيه يلا واو راح تفوز المركز الاول انا ادري
لا تبكين لا تبكين يا حلوة. هذا عشان دبدش امريكان قاعد تكلم قاعد تغني قاعد تتدرب ها ليش وين تبي تقومين انت وين تبي تروحين ها وين تروحين وصلنا محل الالعاب لازم نقرر الحين شنو يشترون الحين هم عجبهم الشطرنج حلوة لعبة تنمي الذكاء وتخلي يعني يفكر شلون يغلب تبون تودون الشطرنج؟ لا ها شوف شيء ثاني بعد هذا واحد يلعب يلا يلا الحين قسم التحديات الالعاب اشوف يا ماما هذه اشوف الله ماما هذه لعبة هذه هذه ايهم هذه حلوة التويستر حلوة والهذه حلوة حجرة منو يلا حجر يعني هذا ولا هذه يلا حجر حجر يلا حجر ورا غني خص حجر ورا غني خص حجر ورا غني خص بس بوبو فاز لا فاز مرتين بوبو لا مرة مرة يلا انزين يلا هو مرتين بوبو فاز خلاص بس ثلاث مرات هو مرتين اي مرتين فاز بس ثلاث مرات لا يمه تسوي ثلاث مرات اللي يفوز مرتين ماما ها آه. احنا قلنا اللي بياخذه الحين انا واحده وهو اثنين يلا زين اثنين اثنين يلا يلا بوبو فاز اي لعبه التويستر يلا ناخذ له التويستر بلايند فولد ترنا هذه التويستر وايد حلوه ويعني اي عجيبه ها آه مستقبلينك ها آه شلونك زين؟ زين كل عام وانت بخير انت بخير يلا امشي حتى فرحة جايت لك شفت؟ يلا ها آه شنو هذه؟ هديته ليش هديته عيد ميلادك؟ ايه بس هو ما اعطي هديه هو جايب لك هديه عدول وين تقف؟ ابي لا هو جايب لك هديه شلون تعطيك هديه؟ عدول اكو واحد شفت شلون معطيك الصبي هديه؟ شو تقول؟ شكرا شكرا صح؟ شاطر هو مستحي ترى مصدوم
All right, good pair. Oh God. Now if the paper is torn, you will be out of the game. Two and one. And we have the winner of this game. Who's the winner? And who is the winner? Who's me? Who is the winner? Oh, his name is Adil. And yes, we have a winner. And Adil team is a winner. So let's give them a big clap. Boys, I want to hear the sound of clap. Come on, clap for them. Up, sit down. Oh, we have one more chair. One more. Here, here. Yeah, here, here, here. All right, so boys. عشان اعطيكم مغلوب، واذا تبون تشوفون هدية اللي اعطاني محسن كتبوا بالكومنت.